السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في سفر جديد. سفر اليوم للطريق الرابطة بين مدينة وجدة ومدينة بوعرفة في جزئها الثاني، اللي كيربط بين مدينة عين بني مظهر ومدينة بوعرفة، واللي المسافة ديالها 181 كيلومتر، حوالي ساعتين وعشر دقائق من السياقة في الظروف العادية. طريق مصلوحة مزيان، السياقة عبرها مريحة لأنها مسرحة، وغالبية الطريق كتبقى غادي كتشوف منظر واحد، الرمال كتحيط بيك من كل مكان، والكيلومترات طوال، كتبقى غادي بوحدك على مناظر طبيعية واحدة، كتخلي السفر كيبان طويل وكتحس بأجواء مختلفة عن باقي الطرقات الأخرى. ونتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كيشوف الفيديو لأول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. ويلا تكتشفوا معايا الطريق. Thank you.
الله.